السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شايف معانا موقع أديله حوالي 26 يوم، هننزل نشوف دلوقتي الوقت بتاعه قد ايه. الموقع بيدينا 1000 جيجا هاش عند التسجيل، الحد الأدنى للسحب 15000 ساتوشي، والحد الأدنى للإيداع 200000 ساتوشي يا شباب من عملة البيتكوين. ده شكل الموقع يا شباب من الخارج زي ما انتوا شايفين. دي احصائية الموقع، الموقع دي له 67 يوم بس يا شباب. لو نزلنا تحت خالص كده هنلاقي في سحوبات بتاريخ النهاردة وداعات. عامة احنا الموقع نسجل فيه ونشوف موقع تعدين يا شباب، مش هيخسر حاجة يعني لو سجلنا في الموقع. هنيجي من هنا يا شباب، بتحط الاسم، بتحط الرقم محفظة البيتكوين، وبتحط الايميل وتعمل تسجيل. بعد كده نيجي للدخول من هنا يا شباب، بنعين محفظة البيتكوين اللي احنا بنشتغل عليها وبنعمل لودنج دخول. هتلاقي الموقع بيعدل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا شباب اهو، وادي ال1000 جيجا هاش اللي هو مديهالنا. هنترجم كده باللغة العربية يا شباب، ده هنا الرصيد بتاعنا يا شباب، وهنا ال1000 جيجا هاش اللي هو مديهالنا. والكسب في اليوم بتحصل على 1000 ساتوشي كل يوم، وهنا مكافأة الإحالات. من هنا يا شباب الشركاء اللي هو رابط الإحالة بتاعنا، ومن هنا الويزدرو السحب. السحب بيقول لك هنا 15000 ساتوشي، يعني حاجة بسيطة جدا. سجل في الموقع وسيبه. ومن هنا لو انت هتشتري جيجا هاش، بس ما انصحش بحد يشتري الوقت لما متأكد من الموقع اهو يا شباب. الحد الأدنى 200000، تعمل هنا بيجيب لك عنوان المحفظة اللي بترسله عليه الأموال. وبكده يا شباب ده كان شرحنا النهاردة، شرح بسيط وموقع بسيط، ودوبك نسجل فيه وننتظر لما نشوف ايه نظام الموقع. بس احنا شايفين سحوبات ودعات في تاريخ النهارده. وبكده اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا شباب دعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.